اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبائي، انا دراز فيقسي في موعد جديد مع ريبريك سي اس اس نيوز. بعد لقاء النجم الرياضي بالمكلاوي ونتيجه التعادل هدف مقابل هدف، انطلق اليوم انا دراز فيقسي استعدادا للقاء الملعب التونسي نهايه هذا الاسبوع بملعب الطيب المهيري. حصه تدريبيه كان شارك فيها اليوم كل من الفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف. المدرب غازي الغريري باش يكونوا فخر الدين والروج على ذمته نهاية هذا الأسبوع اللي من الممكن وإنها تكون آخر مباراة لهذا الثنائي قبل الالتحاق بفريق مادة الفرنسي، مع العلم وإنه غدا سيعقد المدرب غازي الغرايري مع كل من الروج وفرجاني ندوة صحفية تنطلق ل 11 متاع الصباح بمركب النادي. هذه أخبار الأكابر، أخبار شبان النادي الرياضي الصفاقسي. ليليت والجينيور كانوا تعادلوا مع الشبيبة الرياضية القيروانية 3-3 وهدف مقابل هدف. الكادية كانت انتصرت على القوافل الرياضية بقفصة 4-2. الكادي بي انتصرت كذلك على القوافل الرياضية بقفصة 2-2. ليدو مينيم 8-1 للمينيم آ و7-0 للمينيم بي أمام القوافل الرياضية بقفصة. هذه أخبارنا لليوم في سي اس اس نيوز. ملتقانا غدا إن شاء الله في أخبار جديدة.